طيب خليني ارجع لموضوع فلسطين. في كلام ينقل عن وليد جنبلاط بانه ما يحصل في المنطقه كبير جدا، وانه مثل كانه يعني نحن اصغر من انه نقرر هلا شو عم بيصير بالمنطقه. شو قصده؟ يعني بس بدي اعرف شو المعلومات اللي عندكم، لانه انا بعرف انه كل الوفود الدوليه او كل الموفدين الدوليين اللي بيجوا من لودريان لا من بعد الموفد الأمني الفرنسي التقى فيكم. شو عم يوصلكم؟ ليش هالقد اللعبة كبيرة؟ يعني اللعبة كبيرة لأنه اللي عم بيصير كبير، يعني منا مش 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 سر، وحتى المعلومات والتحذيرات اللي يعني الموفدين اجوا فيها على لبنان سواء الفرنسيين او غيرهم كمان هي وصلت للجميع، يعني مش بس لنا لانه واضح بانه لديهم معطيات عن ماذا يفكر او بماذا يفكر الاسرائيلي في حال توسعت الحرب، وبالتالي هذا الامر اجباري بده يكون مدار نقاش بينه وبين مختلف القوى السياسيه وتحديدا حزب الله، كما حصل باللقاء الاخير، لانه معنيين ومسؤولين كلنا سوا ان نتعامل مع هذه المعطيات بكل جديه، وان نفكر بانه يعني شو السبل اللي بتمنع من تدهور الوضع او توسع دائره الحرب. نعم. لحتى ما نواجه ما يمكن أن يقوم فيه الإسرائيلي إذا توسعت هيدي الحرب، وبالتالي التحذيرات كبيرة مش صغيرة أبدا، وبعتقد الكل صاروا بجوها وبيعرفوها وبما فيهم بطبيعة الحال حزب الله. لأنه حتى حزب الله التقى بالفرنسيين، يعني هم مش بس يعني سواء أمياء أو الوفد الأمني الفرنسي أو غيره، حصل لقاء مع حزب الله بشكل مباشر. يعني مظبوط. من القصة مقتصرة على القوى السياسية الأخرى دون حزب الله. بس اليوم شو نقلكم أمياء؟ لأنه بعرف أنه مظبوط أنه التقى معهم بشكل مباشر والتقى مع وليد جنبلاط، ومن بعدها صار في لقاء وحضرتك كنت حاضر بهذا اللقاء، ووقتها صار في إشكالية أنه هل نقل أمياء تهديد مباشر من إسرائيل لحزب الله بأنه إذا ما بتطبق 17-01 وبتنسحب قوات الرضوان من جنوب الليطاني أنه نحن بدنا نعمل حرب ولا لا؟ هذا الموضوع إجا بسياق يعني إشكالي، ما فهمنا نقل تهديد واضح. واضحة بس لأقول شغلة، أولا أنا لا بقدر بقول نقل تهديد ولا نحن شغلتنا ننقل تهديدات. يعني مظبوط، قلت لي هذا الشيء سابقا. نحن عم نحكي عن معطيات مكونه عند يعني اكثر من طرف خارجي اجى على البلد، تحديدا الفرنسيين، بانه الاسرائيلي مستعد لان يذهب الى يعني الحد الاقصى بعدوانه على لبنان في حال توسعت الحرب، وبالتالي اذا بدك هون بلش النقاش حول موضوع ال 1701، بس كمان ما حدا بيقدر يقول الى الان بانه شو اللي مطلوب بالضبط بموضوع شو يعني تطبيق ال 1701. ما كمان انت بدك تسالي ليش اسرائيل اصلا مطبقه ال 1701؟ نعم. ليش يعني هي التزمت فيه خلال الفتره الماضيه؟ هون بدك تنتظري شيء رسمي، يعني إذا بلشت بوادر هالمفاوضات إذا صح التعبير أو عبر قنوات معينة عم بتوصل، يعني إذا بدك خلينا نقول طلبات معينة إلى علاقة بال 1701، لابد أنه ننتظر شيء رسمي عبر الحكومة اللبنانية لنفهم شو اللي مطلوب وكيف حزب الله سيقارب هذا الأمر بنهاية المطاف، لأنه المعنى الأساسي هو ميدانيا على الأرض. نعم. بجنوب ما هذا اللي أنا عم بسألك إياه، أنه هل ناقشتم هذا الموضوع؟ يعني لما إجا برنار أمية حكي عن هذه التهديدات، وبعرف أنتم ما شغلتكم تنقلوا تهديدات لحزب الله، بس هذه التهديدات عم بتصير لكل القوى السياسية، يعني قصدي كلنا بالجو. شوفي. أنه كلنا بالجو الإسرائيلي والأمريكي. مثلا 1701 أكيد تناقشت نحن وحزب الله، وأصلا طيب. أصلا نحن عندنا موقف علني حول تطبيق ال 1701 مش جديد. يعني. وال 1701 هو كمان حزب الله موافق عليه، يعني اوكي تحفظ انا ذاك بالحكومه لكن مشي فيه حزب الله، يعني صح. شو العرض؟ هذا اللي عم بقول لك اياه، بدك تنتظري شيء رسمي، يعني بعد ما في شيء رسمي بايد اللبنانيين لا الحكومه ولا القوى السياسيه الا هذا الكلام اللي عم نسمعه يعني بشكل او باخر بالاعلام. هل بتقولي لي يعني نقل اي شيء رسمي للحكومه؟ فيش عندنا علم فيه، ما مبين الى الان.
عم تسمعي بالإعلام هذا الكلام عن الانسحاب من جنوب الليطاني وإخلاء الليطاني وإلى آخره. نحن اللي عم نسمعه أنه العرض الدولي أو إذا بدك ما يجري العمل عليه اليوم دولياً وما بعرف إذا عرض بشكل واضح على لبنان أو لا، انسحاب من الجهتين. لا يبدو أنه عرض بشكل رسمي، لا يبدو أنه عرض بشكل رسمي. الكلام إذا بدك نشر شيء بالإعلام من يومين بأنه الإسرائيلي وضع خرائط الحرب على الطاولة وقال له للأمريكاني في هالفترة الزمنية بتفاوض فيها على أساس اللي عم تتفضلي فيهم الانسحاب، تثبيت الحدود وانسحاب وإلى آخره. بس كمان ما نحن عنا أسئلة، يعني مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، شو بده يكون وضعهم بهذا العرض وبهذا الطرح؟ الكلام حتى بهذا الموضوع أنه برضو انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ولكن أبقاء مزارع شبعة تحت انه رعايه دوليه او قوات دوليه للبت فيها. هل عم اقول لك هني يعني شو هل هذا ما انا عم بقول، هل هيدي النقاط فيها عرض رسمي من هالمجتمع اللي بنسميه مجتمع الى الحكومه دولي اللبنانية. الى الحكومه اللبنانيه بعد ما في شيء واضح ان هذا الامر، والا كان طرح على القوى السياسيه على الاقل الممثله بالحكومه. طب في حال هذا الشيء، يعني اكيد بعرف انه ما طرح بشكل رسمي ولكن بدا اذا بدك العمل عليه مثل ما بنقول نحن على والتعامل مع الواقع القائم بما لا يستدرجنا إلى توسيع الحرب. نعم. وهذا الأمر بعتقد الإخوان بالحزب يعني بقدر اللي بقدر بقوله أنه موقفهم ومقاربتهم للأمور يعني تتسم بالحرص والمسؤولية على هذا الصعيد، ومدركين أكيد لا مخاطر أن تتوسع الحرب بطبيعة الحال. بس يبدو وصلت الضربات الإسرائيلية يعني على أنه بعمق الجنوب، ما في شك ما في شك لأنه أنت أكيد ويمكن يوسع أكثر الإسرائيلي اعتداءاته يعني. بس إذا بتشوفي المسار يعني تعاطي حزب الله مع الجبهة الجنوبية هي فيها كثير من ضبط النفس. نعم. من إذا بدك هيك لجم الأمور قدر وبحسب معلوماتكم صحيح، وبحسب معلوماتكم أنه على الرغم من ما تقوم به إسرائيل من هالقد ضربات داخلية خلينا نسميها أنه وصلت إلى جزين، فأنه اليوم في قرار عند حزب الله واضح حزب الله لا يريد أنه ما رح هذا الشيء يفتح جبهة كبيرة، مع أنه صراحة هلأ اللي بيروح على الجنوب واللي بشوفها حرب حقيقية عم بتصير يعني ما في شك ما في شك، لكن المخاطر مخاطر توسيع الحرب هي يعني مش رح تقضى على هاي الحدود. صح. مخاطرها مش رح تقضى على هاي الحدود. نعم. منشان هيك يعني في قرار واضح من الحزب، واضح أنه حزب الله يعني برجع بقلك يتصرف بحرص وبمسؤولية بأنه الأمور ما تتطور يعني إلى ما لا تحمد عقبها. نعم.